مساء الورد حبيباتي، اليوم حابة أسوي لكم داهي البوري الهندي اللي هو أساسا من بومباي، مشهورين بيه كلش. طيب هنا عبارة عن سميد وطحين فقط، 5 ملاعق سميد نقعتها بشوية ماي وصفيتها 5 دقائق، صفيتها وحطيتها ويا 2 كوب الطحين. لاحظوا شوية ملح، طبعا الملح اختياري مثل ما انتم تحبون. حطيتها بالصفوها كل الزين بايدكم، وحطيت وياها 2 كوب وملعقتين زيت. بس هذه مكونات العجينة، وطبعا ظليت اعجن بيها وازيد شوية مي. اذا زاد عندكم العجينة صارت طرية تقدرون تزيدون كمية الطحين، واذا شفتوها بعدها ناشفة ممكن تزيدوا كمية المي، تحكموا فيها بكيفكم. لا بس لازم تكون مثل الكرة، تكون كرة وتتشكل وينضف الطبق وعندكم أثناء بهذا الشكل. شوفوا صارت مثل الكرة، هنا خليتها نص ساعة، وبهاي النص ساعة أني راح أراويكم الحشوة اللي راح أحشي بيها الداهي بوري، اللي أخذت بطاطا وسلقتها وهرستها شوية. وهنا عندي الفلفل والكزبرة والبصل طبعا المفروم، تقدرون تحطون ثوم فريش وزنجبيل فريش. انا حطيت بودرة ثوم وبودرة زنجبيل وبودرة بصل، ممكن تحطون فريش وممكن تلغوه، بس هو نكهته حلوة بهاي. هنا عندي البهارات اللي هي الكمون الحب والكزبرة، وهنا عندي اهم شيء الفلفل الاسود، نحمصه شوية ونضيفه على هذه الحشوة، يعطي نكهة روعة، يعني النكهة الهندية الأصلية طبعا. وهنا نخلطهم مثل ما شفتون، يعني راح أحشي بيها الداهي. هنا العجينة جهزت عندي، وهنا التشكيلة مثل ما أنتوا تحبوها. أهم شيء أنا سويتها كرات، أهم شيء خليها كرات وخليها ترتاح شوية دقيقتين. شوفوا، وأنا سويتها أحجام كبيرة وأحجام صغيرة. وطبعا الخبز البوري الهندي هو من هو من هذا يسووه، تقدرون تسوون كمية. بعدين هان القياس الكبير، عفوا مثلا الخبزة الكبيرة، هذه هنا أنا سويت خبزة كبيرة، أو ممكن هاي أستخدمها مع أي أكل عندي بالخبز تنأكل، وممكن أخلي فيها العسل أكلها مع العسل أو مع المربى، بعد كلش طيبة مع الجبن. وهنا تشكيلة القياس الصغير الوسط، وممكن أصغر من هيجي وممكن أكبر من هيجي، طبعا تحكموا أنتوا بالقياس. هنا ملاحظة، طبعا استخدمت العجينة الكبيرة حتى أراويكم أنه هي كيف تكون شكلها. شوفوا بس تحطوها تنتفخ. ملاحظة كلش مهمة، الزيت يكون غزير وبنفس الوقت على نار كلش عالية، والنار العالية أبدا ما تنصوها، لأن بس تنصوها وتبرد الزيت يبرد ما يعطيكم الانتفاخ هذا، ولا راح تصير كريسبي، يعني راح تفشل الطريقة. وشوفوا هنا بهالطريقة أني النار حامية جدا، وطبعا اللون تتحكمون بيه أنتو، يعني إذا كل ما تخلوها أغمق تصير شوية، كل ما تصير كريسبي أكثر، ولازم تبرد حتى نستخدمها. هنا أنا استخدمت الحجم أصغر أراوكم إياه، طبعا بس تحطوا شوية، لازم يدخل في الزيت حتى يكون حار وينتفخ بسرعة عندي. شوفوا بهاي الطريقة أنا كل شوية أقلبها وأحركها، وهي وحدة راح تنتفخ، بس أنتوا عشان اللون من الجهتين فلازم تقلبوها كل شوية، وتأخذ يعني أقل من دقيقة، دقيقة ونص يعني على كل وجه، يعني كل وجه الوجهين تكون دقيقة، دقيقة ونص ما تطول، لأن النار كلش حامية عندي. وشوفوها كيف تنتفخ بطريقة كلش حلوة وبهذا الشكل، وأني أخليها مش كثير يعني حمرة، أخليها بهالشكل هذا كلش حلوة. وطبعا تقدرون تقدموها مع أي وجبة، مو ضروري تكون داهي بحشوة. وهذه الحشوة طبعا شفتوا جهزتها، أكسر في وسطها لأن تركتها تبرد كلش، وحشي فيها الحشوة اللي عندي، ويتقدم بهاي الطريقة. هم بالهند بهاي الطريقة يحطوها، طبعا يحطون 3 أنواع صوص، الصوص تمر هند، وصوص النعناع، وصوص اللبن،
وصوص الأحمر الحار الحلو. طبعا الصوص عندي موجود في القناة مالتي، في قناة في اليوتيوب موجود، وراح أنزلها بالصفحة. وهنا حطيت المتاي البحريني، بس انتوا ممكن تحطون المكرونة المقلية الهندية، وممكن هم تستغنون عنه. ولازم من كل الصوص هذا أساسي، وإن شاء الله تعجبكم، وعلينا وعليكم بألف عافية حبيباتي.